السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 2003 بالتحديد في اليوم السابق لعيد الشكر وفي مدينة سانت بطرسبورغ في ولاية فلوريدا الأمريكية، بيلاحظ أحد أصحاب المحلات إن في عربية جيب واقفة بالقرب من المحل بتاعه. منظر العربية ما كانش مريح أبدا، الزجاج الأمامي كان مكسور، حزام الأمان للراكب اللي جنب السواق كان متدلي ونازل بره العربية، وكان فيه شنطة حريم جوه، وفوق ده كله كان فيه أثار للدماء. الشرطة لما وصلت للمكان لقوا جوه الشنطة الحريمي بطاقة هوية وفلوس، ومن بطاقة الهوية عرفوا مين أصحاب العربية. العربية الجيب كانت مملوكة لريتشارد وكارلا فاندوسن. تليفون كارلا كان موجود في المقعد الأمامي، وعلى بعد نص ميل من مكان العربية الشرطة تلقت اتصال من الجيران الموجودين في المنطقة إن في جثتين مرميين في الشارع، والجثتين تم التعرف عليهم وكانوا ريتشارد وكارلا فاندوسن. ريتشارد كان مستلقي على وجهه في الشارع، وكانت بجواره على جنبها موجود جثة كارلا، والاثنين كانوا مصابين بطلقة في الرأس. قضية معقدة ومتداخلة وفيها الكثير من التفاصيل، وفوق ده كله فيها تويست مثير في النهاية. ولكن وكالعادة قبل ما نكمل، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائك وأصحابك اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارتي في القناة، فيا ريت كمان تشرفوني باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. أثناء التشريح الطبيب الشرعي عرف كمان إن كارلا كان تم طعنها. ريتشارد وكارلا كانوا متزوجين منذ 3 سنوات وعندهم 3 أبناء كبار من زيجات سابقة. المحققين كان عندهم مسرحين للجريمة، العربية الجيب والمكان اللي تم العثور فيه على الجثث. واستنادا إلى الأدلة وموقع الجثث، المحققين استنتجوا إن القاتل كان شخص كارلا وريتشارد يعرفوه. السيناريو اللي تخيله المحققين إنه تم إجبار ريتشارد على الخروج من العربية تحت تهديد السلاح، وبعدين تم إطلاق النار عليه وهو خارج العربية، وبعد كده القاتل أطلق النار على كارلا وهي قاعدة جوه العربية. بدأ الأمر وكأن كارلا شافت اللي كان بيحصل، فلفت رأسها بعيد ورفعت إيديها الشمال في حركة لا إرادية، فاخترقت الرصاصة الزجاج الأمامي العربية ثم إيد كارلا الشمال، وبعدين اخترقت رأسها. وبعد كده قام القاتل بقطع حزام الأمان وأخرج جسد كارلا من العربية. وبعد ده كله القاتل ساق العربية وأخدها على مسافة نص ميل تقريبا وسابها. المحققين أثناء تفتيشهم العربية والمكان حوالين العربية اتفاجئوا بالعثور على حاجة مهمة جدا وغريبة في نفس الوقت. المحققين عثروا على رخصة قيادة. الرخصة كانت لشخص اسمه هنري سوليفان، ولما الشرطة بدأت تراجع معلومات سوليفان اتفاجئوا انه عنده سجل جنائي طويل ومتنوع، ابتداء من المخدرات لجرائم اعتداء لانتهاك الرقابة اللي بتكون مفروضة عليه لكتير من الجرائم. الشرطة قررت تروح إلى منزل هنري سوليفان، ولما راحوا لبيت سوليفان لفت انتباههم عربية شاحنة بيكاب شيفروليه شايان موديل عام 1971 لونها اللون الأحمر الإصدار القديم. العربية كانت واقفة قدام بيت سوليفان. العربية لأنها كانت عربية كلاسيكية مميزة جدا وملفتة بشكل كبير، فالشرطة قررت تتحرى عن مين أصحاب العربية دي. وتخيلوا وللمفاجأة مين كان أصحاب العربية؟ ريتشارد وكارلا فاندوسن. ولما الشرطة اتكلموا مع هنري سوليفان نفى تماما تورطه في أي جريمة قتل، ولكن مع وجود رخصة القيادة الخاصة بسوليفان في مسرح الجريمة بدأ وكأن القضية كده مقفولة ومتقفلة ومش محتاجة أي شغل إضافي. الأصدقاء والأهل ما كانوش مصدقين إن ريتشارد وكارلا فاندوسن تم قتلهم. ريتشارد كان بيشتغل كمدير مبيعات في مجال ماكينات النسخ والتصوير، وكان عنده هواية جمع السيارات الكلاسيكية القديمة. أما كارلا فكانت بتشتغل مراسلة بتغطي قاعات المحاكم، وفي عطلات نهاية الأسبوع كارلا كانت بتشتغل كمهرج، مهرج للترفيه عن الأطفال المرضى اللي موجودين في المستشفيات المحلية. علشان كده كانوا معروفين ومحبوبين في المجتمع اللي عايشين فيه. وأصبح هنري سوليفان البالغ من العمر 32 سنة هو المشتبه الرئيسي في القضية.
هنري ما قدرش يقدم للشرطة تفسير واضح ومنطقي لسبب وجود رخصته بالقرب من عربية ريتشارد وكارلا في مسرح الجريمة، ومع كده كان مصر انه بريء. التبرير الوحيد اللي كان بيقوله سوليفان انه متعود انه يضيع الهوية بتاعته من وقت للتاني، وتم رفع البصمات من على رخصة القيادة الخاصة بسوليفان، ولكن لم يتم العثور على شيء مهم. الشرطة كمان بحثت عن أي بصمات للأصابع داخل عربية ريتشارد وكارلا، وخاصة حزام الأمان، وللمرة التانية لم يتم العثور على شيء مهم. ولكن الشرطة قدرت تعثر على حاجة تانية مهمة جدا جوه العربية، رصاصة عيار 9 ملي كانت موجودة على أرضية العربية الجيب الخاصة بريتشارد وكارلا. ولما المحققين قاموا بتفتيش شقة هنري سوليفان عثروا على مسدس عيار 9 ملي. بالتحديد هو ما كانش مسدس واحد 9 ملي، ولكن كان فيه مسدسين، واحد منهم ما كانش شغال، اما المسدس الثاني فكان سليم، وده اللي الشرطة اخدته وعملوا عليه اختبار المقذوفات. وبعد عمل مقارنة بين الرصاصة اللي خرجت من مسدس هنري والرصاصة اللي عثروا عليها في عربية ريتشارد وكارلا، وعملوا المقارنة دي اكتر من مرة، كان في مفاجأة. مسدس هنري ما كانش هو سلاح الجريمة. وبينما كان المحققين بيفحصوا العربية الشيفروليه البيكاب، حصلت حاجة تانية غريبة. اقترب من المحققين شخص قدم نفسه انه اسمه ويليام ديبرافن، وقال للمحققين معلومة اغرب. قال انه هو صاحب العربية الشيفروليه وانه اشتراها في اليوم السابق. ديبرافن كان عايش في نفس المبنى السكني اللي فيه هنري سوليفان، واكد للشرطة انه اشترى العربية دي من ريتشارد وكارلا فاندوزن في اليوم السابق، وقال ان ريتشارد وكارلا كانوا ناشرين اعلان عن رغبتهم في بيع العربية دي في الصحيفة المحلية، فهو بالفعل راح وشاف العربية وعجبته واشتراها، وبعد كده ريتشارد وكارلا سلموها لغاية باب بيته، وقال انه دفع مبلغ 6500 دولار مقابل العربية، وبعد كده ما شافش ريتشارد وكارلا تاني. وحسب كلام المحققين ويليام كان بيتكلم بشكل تلقائي جدا، شكل عادي جدا، مش اسلوب دفاعي ولا اسلوب هجومي، ولكن واحد بيتكلم بشكل طبيعي بدون اي مشاكل. الشرطة كان بإمكانها إنها تتأكد من صحة أغلب القصة اللي قالها ويليام ديبرافن، ولكن مع كده كان فيه العديد من التناقضات. أولها إزاي إن ديبرافن اشترى العربية بمبلغ 6500 دولار في نفس الوقت اللي ريتشارد كان قال للواحد صاحبه إنه لقى مشتري العربية مقابل مبلغ 13500 دولار. هنا في تناقض غير مفهوم. التناقض الثاني كان في المعلومة اللي قالها ديبرافن لما قال إن ريتشارد وكارلا سابوه أو مشوا من عنده الساعة 5:30 تقريبا، لكن كارلا فاندوزن كانت اتصلت بأمها في حوالي الساعة 6:37 مساء. كارلا كانت متحمسة جدا وقالت لأمها إنها في العربية بتسوق عربيتها خلف العربية التانية اللي فيها ريتشارد والراجل اللي اشترى الشاحنة. المكالمة دي كانت الساعة كام؟ زي ما قلنا كانت الساعة 6:37 دقيقة مساء. طيب ليه وانتوا رايحين على فين؟ قالت لها ان الراجل اللي اشترى العربية ده يعرف حد يخلص لنا الورق بتاع العربية الليلة دي. ورغم ان كارلا ما قالتش لامها اسم المشتري، الا ان الحكاية دي خلت ديبرافن مفروض انه موجود في العربية مع ريتشارد بعد ساعة من الوقت اللي هو قال ان هم اصلا سابوه ومشوا فيه، ده باعتبار ان ديبرافن هو المشتري الفعلي العربية. ام كارلا كانت مستغربة وشايفة انه موضوع غريب، يعني مفيش داعي للاستعجال واهمية تخليص كل الاوراق الليلة دي. ولما الشرطة واجهت ديبرافن بالكلام ده انكر انه كان هو الشخص اللي موجود مع ريتشارد في العربية في الوقت ده. وكالعادة الشرطة حبت تتأكد من الملف الجنائي الخاص بديبرافن، وكانت المفاجأة ان هم عثروا على سجل اعتقال جنائي واسع النطاق لديبرافن، وكان تم اطلاق سراحه مؤخرا من السجن والمفروض انه في فترة المراقبة، وكان قضى في السجن فترة 7
سنوات بتهمة حيازة أسلحة. الشرطة ورغم كل المعلومات دي كانت لازالت حاطة هنري سوليفان كمشتبه فيه في القضية، وفي نفس الوقت الشرطة كانت حاطة احتمال ان ممكن يكون مرتكب الجريمة طرف ثالث غير معروف تماما، وممكن جدا يكون فيه اي سبب تاني او اي قصة تانية ملهاش اي علاقة بعملية بيع العربية. بعد كده عثرت الشرطة على دليل تاني مهم جدا خد التحقيقات في مجرى جديد. الشرطة عثرت على دماء جديدة جوه عربية ريتشارد وكارلا. الدماء دي كانت على عجلة القيادة، وبفحص الدماء اتضح انها مش دماء كارلا ولا ريتشارد. خبراء الطب الشرعي اتأكدوا ان الدم ده دم بشري، علشان كده بدأوا يعملوا اختبارات على العينات دي علشان يعملوا ويطوروا ملف تعريفي بالحمض النووي. المحققين كان عندهم تصور ان القاتل ممكن جدا يكون جرح ايديه وهو بيقطع حزام الامان علشان يرمي جثة كارلا برا العربية، وبعد كده لما ساق العربية للمكان اللي سابها فيه ترك اثار دمه على عجلة القيادة. المحققين طلبوا عينة للدي ان ايه من المشتبه الاول هنري سوليفان، ورغم انه كان المشتبه الاول عند الشرطة الا ان نتيجة الاختبارات اثبتت ان الدم اللي جوه العربية ما كانش دم هنري سوليفان. ولكن كان في سؤال تاني مهم وملح جدا، لو كان سوليفان مش متورط في الجريمة فازاي رخصة السواقة بتاعته وصلت لمسرح الجريمة؟ وسرعان ما توصل المحققين الى سيناريو تاني عن احتمالية وصول الرخصة للمكان ده. الشرطة عرفت ان هنري سوليفان كان عنده اخ تم ايقافه في نفس ليلة الجريمة بسبب مخالفة مرورية، ولما الشرطة وقفته سألوه اسمك ايه؟ قال لهم ان اسمه هنري. يعني دلوقتي في شخص تاني قال ان اسمه هنري سوليفان، والشخص ده وارد جدا ان هو يكون متورط في الجريمة وهو اللي وقعت منه رخصة القيادة. وبالتحقيق الشرطة عرفت ان جاستن سوليفان اللي هو اخو هنري سوليفان كان في مذكرة اعتقال صدرت بحقه في امور تانية خالص ملهاش علاقة بالجريمة. ولما الشرطة وقفته في ليلة الجريمة وسألوه عن اسمه وفي محاولة للتهرب من شخصيته الحقيقية أعطاهم اسم أخوه هنري، ولكن جاستون زيه زي هنري نفى تماما أي علاقة له بالجريمة، وكمان قال للشرطة حجة غياب أنه كان مع أصدقائه سهرانين في ملهى ليلي في نفس وقت ارتكاب الجريمة. وفعلا الشرطة اتأكدت من صحة كلامه. بعد كده توجهت الشرطة للمشتبه الثالث ويليام دبريفن وطلبوا منه عينة من الحمض النووي، وهنا دبريفن اتخذ موقف غريب، قابل طلب الشرطة بالرفض. وللأسف الشرطة ما كانش عندها أي دليل أو إشارة أو معلومات كافية ممكن من خلالها أنها تطلب إصدار مذكرة للحصول على تفتيش أو عينة من الحمض النووي الخاص بدبريفن. ومن غير مذكرة يعني الشرطة مش هتقدر تحصل على عينة جينية بشكل مباشر من دبريفن، ولكن في طرق تانية ممكن تحصل بيها على العينة دي. وبدأت عملية رقابة مكثفة لدبريفن. الشرطة كانت منتظرة انها تشوفه بياكل حاجة بيشرب حاجة وبعدين يتخلص من الكوباية دي او الحاجة اللي اكل فيها، او حتى بيمضغ لبان ويتخلص منه، او حتى عفوا بيبصق. وتم تكليف فريق من المحققين لمتابعة دبريفن في كل مكان بيروحه على امل انهم يلاقوا فرصة ويحصلوا على عينة. الفريق ده عدده كان ما بين 8 الى 10 اشخاص علشان دبريفن ما ينتبهش وياخد باله ان في حد وراه. دبريفن كان حصل على شهادة في القانون اثناء وجوده في السجن، علشان كده كان حذر جدا، اما لانه كان شخص منضبط بطبعه او لانه عارف ان في حد وراه. المحققين اللي كانوا مكلفين بمراقبة دبريفن كانوا بيقولوا عنه
انه شخص ذكي جدا، يعني مش من النوع العادي من المجرمين. كل يوم بالنسبة له كان يوم روتيني عادي جدا وبدون اي تغيير. يصحى من النوم، يروح الشغل، يرجع من الشغل، يقعد في البيت طول الوقت وما يخرجش تاني ابدا، وبعدين ينام. دبريفن كان عامل بناء وما كانش عنده تقريبا اي حياة اجتماعية ممكن يكون فيها شيء غريب. واستمرت المراقبة عدة شهور من غير ما فريق المراقبة يقدر يلاقي فرصة واحدة بس يحصل على عينة جينية من دبريفن، لغاية لما جت اللحظة اللي الشرطة مستنياها. دبريفن أخيرا ارتكب خطأ، وده كان في أجازة رأس السنة. يومها دبريفن كان خرج للتسوق وبعدين قرر انه يشتري آيس كريم. المحققين اللي كانوا بيراقبوه كانوا بيتابعوه وهو بياكل الآيس كريم معلقة معلقة، لغاية لما خلص واخد علبة الايس كريم والمعلقة ورماهم في الباسكت. وفورا وبمجرد لما مشي، المحققين اللي كانوا بيراقبوه انطلقوا واخدوا المعلقة والعلبة بتاع الايس كريم. وطبعا في الوقت ده تقنية الدي ان ايه كانت متقدمة الى حد بعيد، وممكن من عينة صغيرة جدا يقدروا يعملوا ملف تعريفي كامل بالحمض النووي لاي شخص. وده اللي حصل فعلا مع دبريفن باستخدام المعلقة اللي كان بياكل بيها الايس كريم. خبراء الطب الشرعي حصلوا منها على لعاب دبريفن، ومن اللعاب حصلوا على عينة الحمض النووي، وبقى عندهم ملف تعريفي كامل للحمض النووي الخاص بدبريفن. وبعدين تم عمل المقارنة بين الحمض النووي الخاص بدبريفن والحمض النووي اللي استخرجوه من الدم اللي كان على عجلة القيادة بتاع عربية ريتشارد وكارلا. والنتائج التي كانت لا تقبل الشك كانت هي تطابق تام، وبناء عليه تم القبض على دبريفن وتوجيه الاتهام إليه بالقتل من الدرجة الأولى. ورغم كده دبريفن كان كالعادة مصر انه بريء. ومش كده وبس، ده كمان ادعى ان جاره هنري سوليفان هو الجاني الحقيقي، وقال ان رخصة قيادة سوليفان واللي كانت موجودة في مسرح الجريمة هي الدليل ان هو القاتل. ادعاءات دبريفن قابلها في المحكمة الرواية اللي حكاها المدعي العام، اللي قال ان دبريفن بالفعل كلم ريتشارد وكارلا علشان يشتري العربية، وهم بالفعل راحوا له عشان يسلموه العربية، لكنهم لما راحوا عنده قال لهم ان هو مش معاه الفلوس، وطلب منهم ان هم يمشوا وراه او يروحوا معاه لمكان ما علشان ياخد الفلوس من واحد من اصدقائه. سجلات الهاتف الخاص بكارلا اثبت انها اتصلت بامها الساعة 6:37 دقيقة مساء، وقالت لها انها سايقة عربيتها ومشية ورا الراجل اللي اشترى الشاحنة بتاعتهم، ولسبب ما غير معروف توقفوا في الطريق وكلهم ركبوا مع بعض في عربية واحدة اللي هي العربية الجيب، وسابوا العربية البيك اب في مكان ما، وبعد كده انطلقوا مرة تانية ومشوا في الطريق حسب توجيهات دبريفن اللي كان معهم في العربية. وبعد ما مشوا شوية وحسوا ان الطريق مهجور، يبدو ان ريتشارد وكارلا حس انه في خدعة او مكيدة ما في الموضوع، وان مفيش لبيعة ولا في فلوس. دبريفن كان معاه المسدس بتاعه عيار 9 ملي، وطلب من ريتشارد انه يتوقف، وبعدين خرجوا برا العربية واطلق عليه النار مباشرة، وبعد كده صوب مسدسه اتجاه كارلا واطلق عليها النار من خلال الزجاج الامامي للعربية. قطع حزام الامان بتاع كارلا وهو بيعمل كده جرح ايديه، وبعدين رجع خد العربية الجيب وسقها وراح في اتجاه العربية البيك اب اللي سابوها في الطريق. وطبعا هو ساق العربية، الدم سال من ايديه على عجلة القيادة. الشرطة بتعتقد كمان ان دبريفن بحكم انه ساكن مع سوليفان في نفس البيت قدر يسرق الرخصة بتاعته، الرخصة دي اللي هو رماها بنفسه في مكان الجريمة علشان يلقي بالتهمة على سوليفان. دبريفن بعد كده زور عقد بيع انه اشترى العربية بالفعل من ريتشارد وكارلا بمبلغ 6500 دولار، واللي هو كان نصف المبلغ اللي ريتشارد كان قال لصديقه عليه انه حصل على مشتري للعربية بمبلغ 13000 دولار. اما عن المكان اللي تخلص فيه من سلاح الجريمة، فده الشرطة ما قدرتش توصل له،
أثناء المحاكمة دبريفن أصر أنه بريء وقرر أنه هو اللي يدافع عن نفسه، وقراره ده وكأنه كان استفزاز للادعاء، فقدروا أن هم يقوموا بضحض كل الادعاءات وحجج الغياب اللي حاول يقدمها دبريفن. دبريفن حاول بكل ما أوتي من قوة أنه يحكي حواديث وقصص ويحاول يرد على كل الاتهامات دي ويقنع هيئة المحلفين أنه هو بريء، ولكن كل اللي عمله راح هباء منثورة. هيئة المحلفين احتاجوا بالتحديد 3 ساعات علشان يقولوا في النهاية ان دبريفن مذنب، ثم كان الحكم النهائي على دبريفن بالإعدام. وكان التقرير الخاص بعينة الدي ان ايه هو اقوى دليل في القضية، دليل احتاج من الشرطة مراقبة شهور ماشيين ورا دبريفن على مدار الساعة وفي كل مكان، لغاية لما قدروا يحصلوا على معلقة بلاستيك صغيرة كان بياكل بيها ايس كريم. لو كان يعرف ان الايس كريم ده هيكون سبب نهايته اتوقع كان فكر 1000 مرة قبل ما يقف يشتري وياكل ايس كريم. دم دبريفن كمان اللي سابه جوه العربية لما جرح نفسه بدون ما يقصد كان دليل آخر قوي جدا سابه علشان يدين نفسه بنفسه. تصور المحققين عند دبريفن كان انه شخص مختل نفسيا واجتماعيا، وانه ما كانش في الحقيقة عاوز يشتري العربية او قام بالجريمة دي كلها بسبب انه عاوز يشتري العربية، ولكن فقط لانه كان بيدور على شخص يقتله، وللأسف الشخص او الاشخاص دول كانوا ريتشارد وكارلا. خلوني اقول لكم على حاجة تانية قبل ما نخلص الفيديو بتاعنا، وهو عن القناة التانية اللي انا نشرت عنها في المنتدى هنا في القناة بتاعتنا. القناة التانية ديت اللي هي اسمها احكي يا شهريار، دي كانت تجربة انا بدأتها من 7 سنين وعملت فيها موسم 1 من 6 أو 7 حلقات مش متذكر، بنتكلم فيها عن مواضيع اجتماعية باسلوب ساخر شوية ولكن مفيد في نفس الوقت. يمكن تحسوا باختلاف في الطرح واختلاف في الطريقة اللي بتكلم بيها لانه كان من 7 سنين زي ما بقول لكم. يا ريت لو انتوا عجبكم الموضوع وحابين ان احنا نتكلم في حاجات تانية، رابط القناة موجود في وصف الفيديو تقدروا تروحوا وتسمعوا، واقترح انكم تسمعوا من بالترتيب يعني من اول المقدمة حتى الحلقة الاخيرة. اشتركوا في القناة لو عجباكم، اعملوا لايك وقولوا لي رايكم في التعليقات، ولو الموضوع فعلا عجبكم ممكن ان شاء الله نقدم محتوى مختلف على القناة التانية. تمام كده، ما تنسوش بقى اللايك والشير على الفيديو ده لكل اصدقائكم واصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك او حضرتك اول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.